إن ميزان السعادة في الحياة ميزانها الصلاة، على قدر محافظتك عليها وشهودها جماعة على قدر التوفيق في حياتك. ويا شباب ويا بنات، إذا اختل ميزان الصلاة في الحياة والعبث بمواقيتها ودخول وقتها وخروجها، إذا عبثتم بذلك ارتجت عليكم الحياة كلها، فلا في الدراسة تتوفقون، ولا في طلب الرزق، ولا في الوظيفة، ولا في الزواج. الصلاة ميزان السعادة، لأنها صلة بينك وبين الله.